من هذا العجن سابق دخلنا فعلنا بين وكل ضرب. إذا كان أيام يعني ما في كان وسائل اتصال زي الحين، فتلقى شخص يطلع من 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 الرياض ويجي لها للدرعية يقول الشيوخ نابينكم طالبينكم، الشيوخ طالبينكم. تلقى الواحد اللي حول من خلطه، واللي يترك مسحاته، واللي يترك مزرعته، واللي يترك شغلته ومهنته، ويروحون يتجملون يلبسون لبسهم ويتحمسون ويتوكلون على الله. هم اللي يروح جمال، واللي يروح على رجليه، واللي يروح في موتر كان فيه موتر. أشهر الشعار اللي الأرض السعودية اللي هو مثل فهد بن دحيم أحد رجال الملك عبد العزيز، من أهل العارض، من أهل العوجل. من أشهر قصائده نجد شامة لأبو تركي وأخذها شيخنا وأخمرت عشاقها. فنحمد الله جت على ما تمنى، كانت طبعا في 1389 هجري، وكان السبب اللي هي معركة الوديعة. الانتصار وافق بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الملك فيصل جعل في جنات النعيم. منذ صغرنا ونحن نسمع حتى آبائنا دائما يرددون أبيات العرضة لما فيها من الفخر وفيها من الحماس وبث روح الرجولة. فكانت في السابق إذا نادى المنادي والمحارب ظهروا العرضة استعدادا للعرض الجند أمام القائد، وبعد ذلك أصبحت رقصة الفرح. الملك عبد العزيز الله يخليه فيه قصيدة يحبها، يعني يا سعد يا بعد حي قاعد، هذه في القصيدة في أخوه سعد بن عبد الرحمن الله يغفر لهم ويرحمهم.